أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت مصادر صحفية في كردستان العراق أن أربيل عقدت اتفاقات نفطية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الحديث عن أن بغداد مدينة لأربيل ب80 مليار دولار أمر واقعي. وأضافت المصادر أن هناك جهات سياسية تريد تحقيق مكاسب انتخابية تقوم باستغلال قضية الموازنة ومستحقات كردستان العراق، مبينة أن حصة كردستان العراق بالموازنة لا تحل بشكل جذري إلا من خلال الإحصاء السكاني، وهي من واجبات الحكومة في بغداد. أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عدنان الزرفي أن لجنته خاطبت المجالس المحلية في المحافظات بشأن ما تم إنجازه في تلك المحافظات من مشاريع وما صرفت من أموال خلال الفترة الماضية. وطلب عدنان الزرفي حكومة البصرة بالإسراع في إرسال الكشوفات والكتب الخاصة بالمشاريع التي نفذت ضمن أموال الموازنة ليتسنى للجنة الوقوف على ما تم إنجازه. وفي سياق متصل، طلبت اللجنة الحكومة في بغداد تسليم كميات النفط التي تم الاتفاق على تسليمها لبيعها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو، وكذلك الحال بالنسبة لعائدات المنافذ الحدودية باعتبارها الموارد التي يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات في المحافظات. هذا وتعاني الكثير من المحافظات من نقص كبير في الخدمات من جراء عدم تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب فساد الجهات الحكومية، رغم تخصيص مبالغ كبيرة في الموازنة العامة لهذا الغرض. قالت هيئة النزاهة أنها ضبطت مسؤولاً في ميناء أم قصر الشمالي بحوزته تصاريح جمركية قام بختمها مقابل حصوله على مبالغ مالية. وأوضحت الهيئة أن المسؤول المضبوط من وحدة التدقيق في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وكان بحوزته 4 تصاريح جمركية مختومة بختم الميناء. وأشارت الهيئة إلى أن المتهم قام بختم التصاريح وإحالتها إلى الرسم الجمركي دون ختم المعاملات بختم وحدة السونار لقاء مبالغ مالية، وذلك بالاتفاق مع المخلصين خلافا للتعليمات الجمركية التي تؤكد عدم إحالة المعاملات إلى الرسم الجمركي دون ختم وحدة السونار. كشفت هيئة النزاهة عن وجود حالات ابتزاز ورشة بعقود زراعية في محافظة كربلاء. وقالت الهيئة إنها ضبطت الأضابير الخاصة باثنين من العقود الزراعية لوجود شبهات ابتزاز وطلب رشوة من قبل عدد من موظفي مديرية الزراعة في المحافظة. وأضافت الهيئة أن الموظفين قاموا بإبرام عقد فوق المساحة المستغلة لمصلحة متعاقد آخر خلافا للتعليمات مقابل مبلغ 1 مليار دينار كرشوة لقاء إتمام العقد، مضيفة أن القيمة التقديرية للأرض تصل إلى 4 مليارات دينار. ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مواد بلاستيكية غير مصرح باستيرادها في منفذ المنظرية الحدودي بمحافظة ديالى. وأضافت الهيئة أنه تم ضبط شاحنة كبيرة محملة بأواني بلاستيكية بوزن 4880 كيلوغراما مخالفة بما مثبت في المعاملة الجمركية. وأشارت الهيئة إلى أن عملية الضبط تمت عند بوابة الخروج بعد إكمال المعاملة الجمركية داخل المنفذ من قبل مركز جمرك المنظرية، إذ تبين بعد تدقيق المعاملة أن العلامة التجارية للمواد البلاستيكية مخالفة تماما للمواد التي تم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية، وهو ما يعد تلاعبا ومخالفا للضوابط. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.